السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، طلاب الامتحانات الخارجية، الطلاب الخارجيون، إليكم جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022-2023. الامتحانات إن شاء الله راح تبدأ يوم الأحد الموافق 5/2/2023. المرحلة الابتدائية راح يكون عندهم التربية الإسلامية. ايضا الامتحانات راح تكون يوم بعد يوم، يعني ماكو ايام. عندنا المرحله المتوسطه ايضا راح تكون عندهم الاسلاميه والعربي. ملاحظه، شوفوا المرحله المتوسطه الاسلاميه والعربي دامجيهم، يعني على نفس العام، يعني ما فاصلين العربيه والاسلاميه واحد، يعني تجي ماده واحده. التربيه الفرع الاحيائي والتطبيقي والادبي ايضا التربيه الاسلاميه، التربيه الاسلاميه راح تكون هنا اسئله موحده بين الاحياء والتطبيقي والادبي. عندنا يوم الاثنين 6/2/2 راح يكون امتحان ايضا الابتدائيه، راح يكون عربي. والمرحله المتوسطه الثالث متوسط راح يكون اللغه الانجليزيه، بينما السادس الاعدادي الاحيائي والتطبيق والادبي راح تكون لغه عربيه. هنا الاحياء والتطبيق العربي راح يكون موحد، بينما الادب العربي راح يختلف، لان تعرفون انه اللغه العربيه عندهم نقد ادبي، بينما الاحياء والتطبيق ما عندهم نقد ادبي. الشيء الثاني المهم انه السنه هو اول منهج باللغه العربيه، يعني منهج اللغه العربيه جديد، فراح نطلع على الاسئله ونشوف كيفيه وضع الاسئله بالنسبة للمنهج العربي الجديد. الشيء الثالث يوم الثلاثاء 7/2/2023 راح يكون لغة انجليزية للمرحلة الابتدائية والرياضيات للمتوسطة، وهنا عندنا راح تكون اللغة الانجليزية للأحياء والتطبيق والأدبي راح تكون نفس الأسئلة، لأن في يوم واحد. الأربعاء 8/2/2023 راح يكون الرياضيات للسادس ابتدائي، وعندنا راح يكون هنا الاجتماعيات للثالث متوسط، وهي أيضا العام ما كانت داخلة بالامتحانات الوزارية، فالسنة أيضا راح نطلع على الأسئلة وكيفية وضع الأسئلة. عندي هنا الأحياء، شيء مهم أنه لازم نعرفه بالأحياء، الأحياء راح يكون أحياء، والتطبيق راح يكون اقتصاد والتاريخ للأدبي، وهذه آخر سنة هو يكون بيها الأحياء والاقتصاد، يعني فرعين منفصلات. السنة القادمة راح يكون بعد ماكو أحيائي وتطبيقي، فقط علمي. الخميس 9/2 العلوم راح يكون للسادس الابتدائي، الإنسان وصحته، يعني الأحياء للثالث المتوسط، والرياضيات الأحياء والتطبيقي والأدبي. ما راح يكون الرياضيات موحد، لأن الرياضيات التطبيقي يختلف عن الرياضيات الأحيائي. السبت 11/2 راح يكون الاجتماعيات للدراسة الابتدائية، وهو آخر يوم عندهم، وراح يكون الكيمياء للثالث المتوسط، والكيمياء للأحياء والتطبيقي، والجغرافيا للأدبي. هنا أيضا الكيمياء هي تختلف، فما راح تكون يعني الأسئلة موحدة بالنسبة للأحياء والتطبيقي. الأحد راح يكون عندنا الثالث متوسط عندهم فيزياء، وهنا راح يكون الأحياء والتطبيقي عندهم فيزياء، والأدبي عندهم اقتصاد، وهنا الفيزياء راح يكون يختلف الأحياء عن التطبيقي. هاي راح تخلص الامتحانات يوم 12/2. إذا صادفت عطلة هذا شيء تلقائي أنه يترحل الجدول الامتحان اللي بعده. الشيء الآخر أنه يبدأ الامتحان الساعة 9 في حسب توقيت بغداد، حسب توقيت بغداد. إن شاء الله راح نكون وياكم في الأيام القادمة في ملخص اللي نقدر أنه نسويكم إياه لكافة المراحل، إضافة إلى أنه إن شاء الله إذا بقينا وبقية الحياة راح ننشر لكم الأسئلة حال ورودها في يوم الامتحان والإضافة إلى الأجوبة. تابعوا القناة ولا تنسوا الاشتراك بها ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.